شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام كابتن محمد سيد سليمان سرعوه والكابتن نبيل بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. ودربي العاصمة، دربي جديد في عالم كرة السلة، والنادي الأهلي أمام نادي الزمالك، مباراة تأهل خلاص طرفها هو النادي الأهلي إلى السيمي فاينل لملاقات الاتحاد. إن شاء الله الاتحاد فاز على الجزيرة وتأهل للسيمي فاينل. مباراة الكوارتر فاينل دربي العاصمة في صالة حسن مصطفى. تشكيل نادي الأهلي النهاردة: عمرو زهران دبل زيرو، مارك ليونز الشهير بعيسى رقم 2، إيهاب أمين 4، الجندي 5، مروان سرحان 6، مؤمن طارق خيري 9، كيجو 10، علي وحيد 11، أحمد مهيب 14، أبو النصر 23، يوسف المعداوي 35، وعمر طارق 55. القادة الفنية للسنيور أوجستي جولب بوش موقوف مباريتين، والقادة الفنية معه الكابتن أحمد الجرحي والكابتن رامي الدياصلي. أما تشكيل نادي الزمالك اليوم: عمر هشام رقم 4، وليد عبد الجواد 7، أحمد ياسر 10، أدهم إليدا 11، معاذ أيمن 12، ياسين عبد الوهاب 14، علي حجازي 20، خالد عبد الناصر 28، علي عمر 77، زياد أيمن 15، فهمي حسن زيدان 23، ومحمد حرفوش رقم 24. القادة الفنية للكوتش أحمد مرعي. حكام لقاء النهاردة: الحكم الأول كابتن عمرو أبو علو، كابتن عمرو زاهد، والكابتن خالد الجمل. ستارت اللاين أب للنادي الأهلي: البيجو عمر طارق عيسى، وأبو النصر مروان سرحان عمرو الجندي. ده الستارت اللاين أب اللي بدأ بيه كوتش أحمد الجرحي المتواجد النهاردة على الصفوف القادة الفنية طبعا لإيقاف السنيور أوجستي جولب بوش. وهنقول لكم مين الستارت اللاين أب اللي بدأ بيه كوتش مرعي. لكن أفكر حضراتكم نتيجة المباراة الماضية في إنصالة نادي الزمالك 81-66 لصالح النادي الأهلي. على بركة الله بداية أحداث الكوارتر الأول في ديربي العاصمة، والجامبول والحيازة أهلوية لصالح عمرو الجندي. يسلم البيج أو لعيسى أو مارك ليونز لعمرو الجندي مرة ثانية، يتولى رقبته عمر هشام جلب السكرين، سلم لعيسى، سكرين من مروان سرحان في الوان ان وان، عيسى في الدرايف يقف يرتكز يلف من فيدا واي، لكن يسلم لعمر طارق، عمر طارق يطلع لعيسى مره ثانيه، واولى الثلاثيات ينجح في تسجيلها عيسى. ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. علي عمر في بدايه احداث الهجمه لنادي الزمالك، يسلم لعمر هشام، عمر هشام جاله سكرين على طول من علي حجازي، علي حجازي عمر هشام لسه معاه الكوره، عايز يطلع كيك اوت، طلع كيك اوت لعلي، يعمل الدرايف ويوصل ويروح وينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الاول لنادي الزمالك. عيسى يبدا الهجمه لصالح النادي الاهلي. عيسى في الدرايف من البيز لاين راح ووصل هوش كده، لكن في الاخير اعترضوا علي حجازي بفاول وخطا شخصي، او عفوا معاذ ايمن هو اللي اعترضه بالخطا وفاول لصالح نادي الاهلي. يطلع عيسى في الاوت، يسلم للبيج او عمر طارق، عمر طارق والهاند اوف كده مع عمرو الجندي، لسه عمر طارق قرر ان هو يخترق، لكن في الاخير فاول وخطا شخصي على علي حجازي رقم 20. ثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك اوتسايد لصالح نادي الاهلي. عيسى طلع الاوت، سلم للجندي، الجندي معاه عمر هشام، لعيسى مره ثانيه، يبدا الهجمه عيسى 8 دقائق 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. عيسى في البيك اند رول مع ابو النصر، لا دنك روعه الروعه بعد اسيست رائع من ابو النصر عن طريق البيك او عمرو الجندي. اولى الدنكات للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول. عمر طارق ينجح في تسجيل دنك ولا اروع، عمر هشام في الدرايف 1 ان 1 يروح معاه عمر طارق، لكن في الاخير تقع الكره كده ما بين مروان سرحان وعمرو الجندي، والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. عمر هشام يطلع كره لادهم اليدا لمعاذ ايمن، يقلب بالكره على طول ليه علي عمر اللي بيروح بالدرايف من الميدل لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول معاه كده علي حجازي، لكن في الاخير الكره اوت اوف باوند كده او تلمس اللاين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي.
8 دقائق 16 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. ضغط نادي الزمالك من أول ملعب. بفكر حضراتكم إن المرتبط فاز في المباراة الأولى 72-56 والمباراة الثانية 72-58. يعمل الستيل على طول عمر هشام في الوان ان وان فاست بريك واحد على واحد، ينجح في تسجيل نقطتين على حجازي كده بعد بليسنج ينجح في تسجيلها، يعدل النتيجة إلى 5-4 لصالح النادي الأهلي والأهلاوية. عمرو الجندي في البيك اند رول، لكن في الأخير فاول وخطأ شخصي على السنيور أوجوستي. فاول وخطأ شخصي على البيج أو عمر طارق، أولى الأخطاء الشخصية على عمر طارق. يبدأ الهجمة على عمر، يسلم لعلي حجازي مان تو مان النادي الأهلي، على عمر مرة ثانية لعمر هشام. سكرينات توصل لمعاذ ايمن، معاذ يعمل الدرايف من الميدل يروح بالفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل. حجازي يلم لكن بيج او على طول يعمل الستيل ويسلم لمارك او عيسى. عيسى في الدرايف 1 ان 1 فاست بريك ويروح وينجح في تسجيل نقطتين كمان عشان يصبح في جعبته 5 نقاط سجلهم عيسى في بدايه احداث الكوارتر الاول. علي عمر في بدايه الهجمه للزمالك، يسلم لادهم اليدا، ادهم لعمر هشام، لا زال النادي الاهلي مان تو مان. السكرين من علي حجازي، حاول كده معاه عمر لكن ترن اوفر واوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي 7-4 لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. عيسى في بدايه الهجمه يقلب الملعب على طول لكن ترن اوفر ويقطع علي حجازي يعمل ستيل ويبدا الهجمه 2-2. يسلم لمعاذ، معاذ يطلع لادهم، ادهم يقف ويهوش ويدي على طول لعمر، عمر في الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، معاذ على طول سكند شانس ينجح فيه الاستحواذ عليها. يسلم لعلي عمر، يقلب الملعب على طول لعمر هشام، عمر في ال 1 ان 1 ياخد السكرين، راح الميدل وقف ميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. الجندي على طول ديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه ويسلم لابو النصر في الدرايف، ابو النصر مستني اللي قطع يتسلم لعمرو الجندي فلوتر شوت كده في الاخير معاذ ايمن يطلع كره اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 6 دقائق 35 ثانية تقدم النادي الأهلي في درب العاصمة في صالة حسن مصطفى 7-4. أوتسايد عيسى يطلع الأوت، يسلم مروان سرحان، مروان يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي في الميدل يسلم تاني لعيسى، يبدأ الهجمة عيسى ياخد سكرين يقف على الأوبن شوت شوت 3 بوينت ولا أروع من عيسى، 3 نقاط كمان يعلي الفارق إلى 10-4. 6 نقاط هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاويه. معاذ ايمن على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. البيج او يحاول يلم ريباوند لكن علي، وادي باك سبين كده روعه من علي عمر ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. بعد كده اوفنسيف ريباوند من علي حجازي. عيسى في بدايه الهجمه بسكرين مع عمر، البيج او يسلم لابو النصر، ابو النصر في الدرايف واحد على واحد يسيطر على الكوره، لسه ابو النصر السكيب باص على طول للجندي، جندي على الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع عمرو الجندي ب3 نقاط كمان لصالح الاهلي والاهلاويه. عمرو الجندي امضاؤه ب3 نقاط لصالح النادي الاهلي، وسع الفارق الى 13-6. بدايه الهجمه لنادي الزمالك، عمر هشام لمعاذ، معاذ يتعامل مع الستيل لكن خطأ وفاول على ابو النصر. محمد ابو النصر، أولى الأخطاء الشخصية على أبو النصر وتاني الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي. يخرج أبو النصر وينزل بوب يخرج عمرو الجندي ومروان سرحان، ينزل مكانهم البوب ويوسف المعداوي. معاذ أيمن يخرج أيضا من نادي الزمالك وينزل مكانه وليد عبد الجواد. علي عمر في السكرين مع أدهم أليدا، عمر هشام منتظر دوره في استلام الكرة، علي حجازي يعمل سكرين لسه لعلي عمر، علي عمر الضغط عليه سلم لعبد الناصر، عبد الناصر في ال 1 ان 1 ميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. البوب على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يبدا البوب بالهجمه لسه البوب يسلم على طول لعيسى، عيسى على الاوبن شوت 3 بوينت لكن المره دي ينجح، 3 محاولات لعيسى ينجح في تسجيلهم ب9 نقاط. عيسى في بدايه احداث الكوارتر الاول يعلن عن توهجه مع النادي الاهلي. 16-6 ارتفع الفارق الى 10 نقاط. علي عمر في بداية الهجمة للزمالك، لسه علي عمر يسلم على طول لعبد الجواد، وليد عبد الجواد لأدهم أليدا في البيس لاين لخالد عبد الناصر في الوان ان وان مع البيج او، لكن في الأخير المعداوي يعترضوا بفاول وخطأ شخصي. أولى الأخطاء الشخصية على المعداوي، 3 الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي في التوتال.
تو شوتس، خالد عبد الناصر اللي نزل مكان علي حجازي. ثلاث اخطاء على النادي الاهلي، خطأين على نادي الزمالك. اربع محاولات على الثري بوينت للنادي الاهلي نجح في تسجيلهم. فري ثرو اول لخالد عبد الناصر لا يسجل. فري ثرو ثاني لخالد عبد الناصر. 4 دقائق 34 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. لا يسجل ايضا. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند البوب ايهاب امين اللي بيسلم بدوره لعيسى في البوينت جارد او مركز صانع الالعاب. ابو النصر واحد من نجوم اللقاء الاول جيم 1، ياخد السكرين على طول مروان سرحان لكيجو عفوا اللي نزل مكان مروان سرحان. عيسى لسه الكرة مع عيسى، عايز يستغل الميس ماتش من المعداوي، لكن عيسى بكروس اوفر روعه وباك سبين في داوي على طول ينجح في الشوط لكن لا ينجح في التسجيل، وياتي معه خطا شخصي تجاه مصطفى كيجو. مصطفى كيجو اولى الاخطاء الشخصيه، رابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. تغيير في صفوف نادي الزمالك، عمر هشام يخرج ينزل مكانه احمد ياسر عبد الواحد. عمر هشام وادي احمد ياسر لسه نازل، استلم ويبدا الهجمه، هندوف على طول مع معاذ. معاذ طلب السكرين من خالد عبد الناصر، يسلم في البيز لاين على طول لياسر. ياسر يقلب لعبد الناصر، هندوف مع معاذ مره ثانيه، لكن يخدع الجميع كده خالد عبد الناصر ويروح ويسجل، لا ما يسجلش، يلم على طول البوب ايهاب امين. ايهاب في الدرايف يسلم على طول اسيست ولا اروع لعيسى، طلع الكيك اوت على طول للبوب لكن ما ينجحش في التسجيل على الثري بوينت. يلم على طول نادي الزمالك، يقلب على طول لادهم اليدا على الاوبن شوت في الثري بوينت، لا ينجح في التسجيل ايضا. يلم على طول كيجو يسلم للبوب ايهاب امين، يبدا الهجمه في السيت بلاي. ايهاب امين ياخد سكرين لكن عدى عكس السكرين ووصل وراح ونجح في الحصول على فاول وخطا شخصي تجاه وليد عبد الجواد الكوتش احمد الجرحي في القاده الفنيه اليوم بدلا من السنيور اوجستي اللي زي ما قلت لحضراتكم موقوف. يجري تغيير الكوتش احمد الجرحي بنزول عمرو زهران بدلا من ابو النصر. تو شوتس او رميتين حرتين للبوب ايهاب امين. فري ثرو اول ناجح لايهاب امين، وسع الفارق الى 11 نقطة، 17-6 لصالح النادي الاهلي والاهلاوية. فري ثرو ثاني لا يسجل، يلم على طول عبد الناصر يسلم ليه معاذ ايمن. معاذ في ال 1 1 يلعب الست بلاي دلوقتي، يقلب الملعب لاحمد ياسر في البيز لاين لاليدا. اليدا على الاوبن شوت 3 بوينت لكن اير بول. عيسى على طول ديفنسيف ريباوند يلعب ال 1 1 يروح ويطلع لكن هنا في الاخير وليد عبد الجواد وخطا شخصي ثاني لصالح عيسى. رقم 7 وليد عبد الجواد والاوتسايد لصالح الاهلي والاهلاويه. الاوتسايد اهلاوي. عمر هشام يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. علي سنه. 3 دقائق 11 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. وادي هنا عيسى بذكاء رهيب وينجح انه يوصل للباسكت لكن حظ وحش لا يسجل، طلع كيك اوت على طول مع الداوي لايهاب امين. ايهاب في ال 1 ان 1 مع كيجو، كيجو في الميس ماتش يسلم لكيجو تحت الباسكت، معاه خالد عبد الناصر يلف ويرتكز بشماله لكن لا يسجل مع الداوي، حاول معاه تراي كده لكن عبد الناصر على طول ديفنسيف روان. يسلم لوليد عبد الجواد، وليد في الدرايف يطلع على طول لمعاذ تحت الباسكت لعبد الناصر يسيطر عليها ويسلم لوليد عبد الجواد، يبدا الهجمه مره ثانيه عن طريق عمر هشام. دقيقتين و35 ثانيه، ادي البيك اند رول مع احمد ياسر اللي بيشوط على اوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يزق الكره كده وليد عبد الجواد وبتطلع اوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه. دقيقتين 32 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول، يخرج وليد عبد الجواد ينزل مكانه ياسين ياسر. ضغط نادي الزمالك، المعداوي يسلم لعيسى. عيسى في السيت بلاي، يبدا الهجمه عيسى. تعدي قبل 8 ثواني. دقيقتين و20 ثانيه، ايهاب امين لعيسى بالهاند اوف، ياخد السكرين على طول عيسى، وادي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، البوب على طول اوفنسيف ريباوند. ويبدا الهجمه في السيت بلاي مره ثانيه. يقلب الملعب المعداوي، المعداوي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، خالد عبد الناصر ديفنسيف ريباوند. ويسلم لعمر هشام في ال 1 ان 1
قطع له خالد عبد الناصر ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول كيجو يطلع الوان هاند باص على طول للبوب الفاست بريك ينجح في تسجيل نقطتين ووسع الفارق الى 13 نقطه في اخر دقيقتين من زمن وعمر احداث الكوارتر الثاني. معاذ ايمن يقلب الملعب على طول لعمر هشام في السكرين مع احمد ياسر، يعدي بسكرين ثاني مع خالد عبد الناصر بيكندرول ويروح خالد عبد الناصر وينجح في تسجيل نقطتين، طلع الكره كيجو على طول بسرعه ويسلم للبوب ايهاب امين، ايهاب في الدرايف لكن في الاخير في فاول يحتسبه الكابتن عمرو بعلو على خالد عبد الناصر لاعب نادي الزمالك. الكوتش اوجوستي ومتابعه حيه داخل ارضيه الملعب. احمد مهيب في التغيير بدلا نشوف بدلا بدلا من عيسى المحترف الامريكي، والتو شوتس للبوب ايهاب امين، رميتين حرتين وفري ثرو اول لإيهاب أمين. دقيقة 33 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول، فري ثرو أول غير ناجح لإيهاب أمين. فري ثرو ثاني للبوب إيهاب أمين. ينجح في التسجيل، أربع محاولات للنادي الأهلي نجح في تسجيل محاولتين على الفري ثرو أو على الفاول شوتنج. بداية الهجمة عن طريق ياسين ياسر، هاند أوف على طول مع معاذ لعمر هشام. بساط سريع على نادي الزمالك، دفاع قوي من النادي الاهلي مان تو مان. عدى عمر هشام لكن البوب يتولى رقبته بصرامه. يقلب على طول ليه فهم زدان لسه نازل لياسين لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمرو زهران. كده تو شوتس على طول ارتكاب النادي الاهلي اكثر من اربع اخطاء شخصيه. ياسين ياسر على تنفيذ الفري ثرو الاول 20-8 لصالح النادي الاهلي، 12 نقطة فارق. ياسين على الفري ثرو الأول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لياسين. ينجح في التسجيل. بداية الفارق إلى 10 نقاط. إيهاب أمين في بداية الهجمة، مركز البوينت جارد أو صانع الألعاب، البوب إيهاب أمين يسلم على طول لمهيب. مهيب يقلب العداوي على الهاي بوست مع عداوي الباك سبين لكن تخطف منه كده وتروح لعمر هشام. عمر هشام في ال1 1 راح للفص بيك نجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك. عمرو زهران يتولى رقبته مان تو مان كده، معاذ ايمن ياخد سكرين من كيجو، عدى عمرو بيهايند باك يسلم لكيجو في البيك اند رول لكن تخبط في الاخير في فهم زدان وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي 12 ثانية على زمن الهجمة، انتهاء زمن الهجمة 39 ثانية واربع اجزاء من الثانية على انتهاء زمن الكوارتر الاول. اوتسايد الاهلي مهيب هيطلع الاوت سلم لكيجو، كيجو في البيز لاين معاه فهمي زدان يسلم لايهاب امين لكن ايهاب قرر انه يشوط على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا يرجع في التسجيل يزق كده مصطفى كيجو لكن في الاخير تطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. 8 محاولات النادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل 4 محاولات على 3 بوينت منهم 3 لعيسى او مارك ليونز ستيفن نجح في تسجيل 3 ثلاثيات وعمرو الجندي ثلاثيه واحده. قلب النادي الاهلي زون ديفنس 2-3. احمد ياسر على اوبن شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، كيجو على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع يسلم للبوب ايهاب امين. يهدى ايهاب، يهدى ايهاب، عنده اخر 5 ثواني خلاص او اخر 7 ثواني على زمن الكوارتر. لسه ايهاب على الدرايف ولا بيك اند رول راح على طول ونجح وسجل مصطفى كيجو ولا اروع، بيك اند رول روعه ما بين البوب ايهاب امين ومصطفى كيجو ينجح على طول في تسجيلها. نشوفها مره ثانيه، راح على طول جمع الناس ناحيته على طول كيجو ينجح في تسجيل نقطتين وفاول وخطا شخصي لصالح كيجو اند وان لكيجو. ثانيه وجزء من الثانيه متبقيه على الكوارتر الاول، وسع الفارق الى 10 نقاط. احمد ياسر يخرج وينزل ادهم اليدا في تغيير جري كوتش مرعي، اند وان لمصطفى كيجو. كيجو الاند وان لا يسجل
مع الداوي كده في اخر ثانيه، لكن في الاخير تاتي معها صفاره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي بفارق 10 نقاط 22-12. دقيقتين هي زمن الراحه المكرره، نذهب للراحه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني والشوط الثاني في ديربي العاصمه ما بين الاهلي والزمالك. انتهت احداث الكوارتر الاول زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده، 22 الاهلي 12 الزمالك، في مباراه قد تعتبرها البعض وهي فعلا كذلك تحصيل حاصل لتاهل نادي الاهلي للسيمي فاينل لملاقات نادي الاتحاد اللي فاز النهارده على نادي الجزيره. احصائيات سريعه كده للنادي الاهلي، اربع محاولات نادي الزمالك على 3 بوينت نجح في تسجيل ولا لم ينجح في تسجيل اي من المحاولات، حين النادي الاهلي 8 محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل اربعه. كوتش احمد الجرحي زي ما حضراتكم شايفين هو القائد الفني النهارده بدل من السنيور اوجوستي اللي بيتابع المباراه من المدرجات. نكمل الاحصائيات، 5 محاولات للاهلي على الفريز فو والفاول شوت نجح في تسجيل محاولتين، والزمالك 4 نجح في تسجيل محاولتين ايضا. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي مهيب، ايهاب امين مع الداوي كيجو وعمرو زهران، نفس الخماسي اللي انهى بيه نادي الاهلي الكوارتر الاول. الحازه مع نادي الزمالك وادي سكرين على طول من لمعاذ ايمن، عايز يقف يرتكز يطلع الكوره لكن في الاخير البوب ايهاب امين يقطع كده وتطلع اوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه. اوت سايد زملكاوي عفوا. عمر هشام هيطلع الاوت، يسلم على طول لادهم اليدا، ادهم ليه ياسين ياسر اللي بيعمل الدرايف كده لسه ياسين في البيس لاين لكن في الاخير اوت اوف باوند كده او داس على اللاين ياسين ياسر وبتطلع الكره في حيازه النادي الاهلي. هيضغط نادي الزمالك من اول الملعب، ايهاب امين في مركز صانع الالعاب او البوينت جارد، يعدي ايهاب يسلم على طول لزهران، لايهاب مره ثانيه زون 2 3 نادي الزمالك، زهران لايهاب مره ثانيه لعمرو زهران، عمرو في الاوبن شوت 3 بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، لم الكره كده وتخبط في ادهم اليدا وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 14 ثانيه جديده، ينزل علي عمر مكان عمر هشام او عفوا مش عمر هشام، ايهاب امين يسلم المعداوي، المعداوي بالسيم هوك يروح على الباسكت لكن لا ينجح في التسجيل. سكند شانس رائع من كيجو، سكند شانس رائع مره ثانيه لكن المره دي يخطف كده معاذ ايمن في الفاست بريك واحد على واحد يروح ويوصل لكن في الاخير يعترضوا عمرو زهران بفاول وخطا شخصي على عمرو زهران. ثاني الاخطاء الشخصيه على عمرو زهران، اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. يخرج فهمي زدان وينزل علي حجازي رقم 20 من نادي الزمالك. معاذ ايمن على الفري ثرو الاول. معاذ ايمن والفري ثرو الاول. لا يسجل. فري ثرو تاني لمعاذ ايمن. ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 9 نقاط، اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. ايهاب امين يسلم لابو النصر مع الداوي مهيب. لابو النصر نزل مكان عمرو زهران يقلب على طول لايهاب امين ياخد سكرين على طول ويطلع لابو النصر، ابو النصر في الدرايف واحد على واحد يوصل لكن لا ينجح في التسجيل لكن ينجح في الحصول على خطا شخصي تجاه اللاعب رقم 20 علي حجازي والتو شوتس لصالح ابو النصر. شوفوا مره ثانيه درايف او البنتريشن كده او الاختراقات لابو النصر وادي هنا الفاول من علي حجازي رقم 20. تو شوتس يخرج كيجو، شوف التغييرات اللي اجراها يعني خرج بالمعداه ونزل مروان سرحان وتغيير اخر يخرج حجازي وينزل مكانه خالد عبد الناصر في نادي الزمالك. تو شوتس او رميتين حرتين، فري ثرو اول لابو النصر ينجح في التسجيل.
ريسو تاني لمحمد ابو النصر لا يسجل يلعب على طول معاذ يسلم عمر هشام عمر هشام يقلب الكره على طول لكن في الاخير يقطع كده مهيب تلمس في ايد علي عمر وبتطلع اوتسايد للاهلي والاهلاويه 8 دقايق و40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني 10 نقاط هو الفارق نقطه هنا ونقطه هنا في بدايه احداث الكوارتر الثاني البوب ايهاب امين يبدا الهجمه يسلم ليه مهيب لإيهاب امين مره ثانيه في الميدل إيهاب حاول يعدي يعمل البنتريشن عاوز يسلم لكيجو في الاخير يعمل السير علي عمر ويبدا الهجمه ويسلم على طول لعمر هشام اللي بيروح على الباسكت بالفاست بريك ينجح في تسجيل نقطتين بدايه الفارق الى 23 15 احمد مهيب لسه نادي الزمالك زون ديفنس كيجو لسه كيجو يسلم لإيهاب امين إيهاب في البيس لاين على طول لمهيب على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل يلم علي عمر على طول ويبدا الهجمه ويسلم لمعاذ معاذ ضغط النادي الاهلي زون ديفنس مان تو مان عفوا النادي الاهلي علي عمر لكن السيل حاضر على طول من مهيب وهنا الفاول الخطا الشخصي شوفوا مره ثانيه مهيب هنا قطع الكوره معاذ احمد الجرح بيطالب بالان سبورتس مان لايك فاول شوف هل هيستعين بالاي ار اس لكن يخرج كيجو وينزل عمر طارق اعتقد قرار صحيح فعلا ان سبورتس مان لايك فاول وهنا حد يقول لي ليه بيحتسب ان سبورتس مان لايك فاول لانه كان في هجمه واعده قطع احمد مهيب الكره وكان في هجمه واعده فتم اعتراضه فهنا القانون يقول ان سبورتس مان لايك فاول فري ثرو اول غير ناجح لمهيب عمل ستيل خد الان سبورتس مان لايك فاول وادي الفري ثرو الثاني نجح في تسجيله طول الكره في حيازه النادي الاهلي ابو النصر هيطلع الاوت 24 14 10 نقاط مره ثانيه ايهاب امين يسلم لمروان سرحان للدور بيسلم لمهيب البيج هو واخد بوزيشن عايز يسلمه مهيب لكن يتراجع كده ويسلم على طول لمروان سرحان مروان يقلب الملعب لابو النصر ابو النصر لمهيب ليه امين في البعيد من بعيد قوي في الثواني الاخيره واللحظات الاخيره في زمن الهجمه والاوتسايد لصالح نادي الزمالك ثلاث محاولات النادي الاهلي في بدايه احداث الكوارتر الثاني على 3 بوينت لم ينجح في تسجيل اي محاوله وليد عبد الجواد يسلم لعمر هشام على طول لمعاذ يخطف على طول بوب ايهاب امين ويعمل السيل ويروح ايهاب امين بضنك ولا اروع واند وان للبوب ايهاب امين والفاول والخطا الشخصي على معاذ ايمن رقم 12 اند وان للبوب ايهاب امين 26 14 ارتفع الفرق الى 12 نقطه وهنا في تغيير ثاني تركيز واضح من الكوتش احمد الجرحي عمر هشام يخرج ينزل مكانه احمد ياسين ياسر واحمد ياسر الاخوان والاند وان لصالح الاهلي والاهلاوي اند وان للبوب ايهاب امين ينجح في التسجيل يبدا نادي الزمالك الهجمه من تمن النادي الاهلي ياسين يبدا الهجمه يسلم على طول لوليد عبد الجواد علي وليد في الدرايف لكن ايهاب امين مش سايبه يسلم عبد الناصر عايز ياخد كده الباك دور خد الباك دور مننا مني خالد عبد الناصر طلع كيك اوت ياسين نجح في تسجيل اولى ثلاثيات كاس الكوارتر الثاني لصالح نادي الزمالك ايهاب يبدا الهجمه ايهاب يسلم مروان سرحان بصات سريعه كده في الاخير عند البوز لاين تجاه ابو النصر لكن في اعتراض وفاول وخطا شخصي تجاه احمد ياسر عبد الوهاب رقم 10 والخطا الشخصي لصالح البيج او رابع الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك اوتسايد اهلاوي 6 دقائق 54 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني ايهاب يطلع الاوت يسلم لابو النصر ابو النصر مروان سرحان على اوبن شوت يطلع كيك اوت كده على طول لإيهاب امين لكن إيهاب امين عايز يبص كده لعمر طارق في الاخير يقطع ويعمل ستيل خالد عبد الناصر يسلم على طول لادهم عنيدة ادهم من تمن النادي الاهلي ليه ياسين يسلم لاخوه احمد
لخالد عبد الناصر، هندوف مع ياسين، ياسين عجل يدور على الثلاثية مرة ثانية، يسلم لخالد عبد الناصر، يبحث خالد عبد الناصر على الميديم، شوت شوت فعلا لكن ايربول كده، بتوصل عمر طارق اللي بيسلم دوره ايهاب امين في الفصل دي 3 على 1، البوب على طول يسلم مروان سرحان يطلع يا مروان، لكن في الاخير يعترضه وليد عبد الجواد بخطا شخصي وتو شوتس لمروان سرحان. 27-18 للاهلي والاهلاويه. مهيب يخرج نشوفه مره ثانيه هنا، المفروض يطلع ياخد الكاونت ولون مور، لكن خلينا حطلك يا مروان ركز في التو شوتس. يخرج خالد عبد الناصر وينزل مكانه فهمي زدان مره ثانيه، البوب يخرج وعيسى ينزل. فري ثرو اول لمروان. لا يسجل. ست محاولات النادي الاهلي نجح في تسجيل 50% منهم، 3 من اصل 6 محاولات على الفري ثرو. فري ثرو اخر لمروان ينجح في التسجيل. تغيير ثاني في صفوف نادي الزمالك، وليد عبد الجواد يخرج، هنشوف مين نزل مكانه، عمر هشام، وبدايه الهجمه لنادي الزمالك. 10 نقاط هو الفارق، 6 دقائق 15 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مهاجمان النادي الاهلي عمر هشام تولى الخط، عيسى عدى على طول وسلم لياسين. مان تو مان لازال النادي الاهلي مستني السكرين من فهمي زدان، عدى ياسين عايز يعمل بيك اند رول، يلف ويرتكز ويشوط وينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى 8 نقاط. عيسى يبدا الهجمه للاهلي والاهلاويه. عيسى زون ديفنس نادي الزمالك. ابو النصر بصات سريعه في البيز لاين عند عمرو الجندي اللي لسه نازل، عمرو في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. عيسى ديفنسيف ريباوند، اوفنسيف ريباوند عفوا، ويسلم لابو النصر، ابو النصر على الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع لمحمد ابو النصر، ينجح فيه اضافه 3 نقاط كمان لصالح الاهلي والاهلاويه ب 11 نقطه هو الفارق. 31-20 عمر هشام، لا زال النادي الاهلي مان تو مان، عمر في الدرايف لكن يطلع الكيك اوت على طول لاليده، اليده يقلب على طول لاحمد ياسر، ياسر الهاند اوف لكن تراجع عن موقفه وراح اخترق وسلم على طول لفهم زدان، بيهوش ويروح ويشوط لكن لا ينجح في التسجيل. البيك او على الديفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى، يبدا الهجمه عيسى يسلم لعمرو الجندي، الجندي طلب السكرين من عمر طارق، عدى بالسكرين فعلا بيك اند رول ولا يعمل بنتريشن على عمر طارق، اليوب دنك لعمر طارق ولا اروع، اسيست ولا اجمل لصالح الاهلي والاهلاويه. نشوفها مره كمان، علي وانا علي، هات الكره من فوق حط الدنك يا راجل، باسكت ولا اجمل لصالح الاهلي والاهلاويه. تايم اوت يطلبوا كوتش مرعي، تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي، باسكت مفيش اروع من كده، اليوب دنك مفيش اجمل من كده، تقدر تحسبها كده بلاي اوف ذا داي لهذه المباراه. الحيازه لصالح نادي الزمالك، 13 نقطه هو الفارق، 33-20، 5 دقائق 3 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ضغط النادي الاهلي من اول ملعب، ياسين يبدا الهجمه،
ابو النصر مان تو مان لازال النادي الاهلي ضغط من اول ملعب يسلم الهاند اوف كده لعمر هشام. عمر هشام يروح عكس السكرين ويحاول يخترق ويطلع لادهم اليدا في البيز لاين لاحمد ياسر. احمد ياسر يسلم لخالد عبد الناصر طه او علي حجازي عفوا. حاول يلعب 1 1 مع البيك او يشوط لكن لا ينجح في التسجيل. البيك او ديفنسيف ريباوند الاوت لت على طول والسكيب باس لعمرو الجندي. عمرو الجندي لعيسى مره ثانيه. عيسى على الاوبن شوت المره دي ينجح 3 بوينت ولا اروع لعيسى الرابع الثلاثيات لعيسى محترف في النادي الاهلي الامريكي في هذا اللقاء. ياسين يسلم لحجازي. ياسين بالهاند اوف على طول يستلم حاول عيسى يقطع الكوره يطلع على عمر هشام على الكيك اوت. عمر على 3 بوينت يرد على طول لصالح نادي الزمالك 36 20 4 دقائق 16 ثانيه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه 36 23 عفوا. عيسى في بدايه الهجمه ياخد سكرين مروان سرحان قلب نادي الزمالك او لسه زون ديفنس 2 3. عيسى في الاوبن شوت 3 بوينت. عيسى كاونت 1 1 3 نقاط لهذا الرجل في احداث هذه اللعبه 3 نقاط باند 1. ادي 3 بوينت وادي الفيدا الستيب باك وادي الشوطه وادي 3 بوينت ان وثلاث نقاط رابع خامس الثلاثيات لعيسى في احداث هذا الكوارتر. خامس الثلاثيات في احداث هذه المباراه عفوا اند 1 لعيسى. سبع محاولات للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني على 3 بوينت نجح في تسجيل ثلاثه عيسى والاند 1 ينجح في التسجيل يقترب من الدبل دبل. عيسى ياسين بس فارق الى 17 نقطه لكن هنا في فاول وخطا شخصي على ابو النصر. ثاني الاخطاء الشخصيه على محمد ابو النصر وثاني الاخطاء الشخصيه توتال على النادي الاهلي. هيخرج ابو النصر ينزل مكانه مؤمن طارق خيري. اوتسايد للزمالك 3 دقائق 53 ثانيه على احداث الكوارتر الثاني. ادهم اليدا يسلم لاحمد ياسر هاند اوف على طول كده مع عمر هشام استنى السكرين من علي حجازي طلع على طول لاحمد ياسر يسلم على الهاي بوست لحجازي. حجازي لقى الميديم شوت فاضي راح يشوط لكن ما نجحش التسجيل. توصل لادهم اليدا على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح ايضا في التسجيل. يلم على طول عيسى ويبدا الهجمه لسه الكره مع عيسى يسلم للبيك او تحت الباسكت يسيطر على الكره لكن ادهم اليدا يزق الكره كده وتروح على طول لياسين. ياسين يبدا الهجمه السيت بلاي يقلب على طول عمر هشام. عمر يهوش ويخترق من الميدل يروح بشماله لكن ينجح في التسجيل. تلم على طول ديفنسيف ريباوند عند الجندي يسلم لمؤمن خيري. مؤمن لسه الكوره يقلب لعيسى. عيسى في الاكسترا باص عند الجندي. الجندي على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول لاحمد ياسر ويبدا الهجمه ويسلم لاخوه لياسين. يروح عمر هشام لاحمد ياسر مره ثانيه مان تو مان لازال النادي الاهلي. الهاند اوف مع ادهم اليدا في ميس ماتش كده مع علي حجازي و عمرو الجندي. على حجازي في الوان ان وان يحاول يروح واخترق ويوصل لكن في الاخير مارشيه وترن اوفر ووكن على علي حجازي ودفاع قوي من النادي الاهلي. الحيازه اهلاويه عمرو الجندي ودفاعات قويه لصالح الاهلي والاهلاويه. دقيقتين 52 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تقدم النادي الاهلي بنتيجه 17 بونت فارق 40 23 يتولى هنا في طلب عمرو الجندي او عمر طارق عفوا تكفيف ارضيه الملعب لسلامه اللاعبين كوتش احمد الجرح وتركيز تام في احداث المباراه. زي ما شفنا حضراتكم كابتن محمد غزاوي عضو مجلس اداره يتابع اللقاء من ارضيه الملعب من مقصوره حسن مصطفى. كوتش احمد الجرحي في تغيير خرج ادهم اليدا ونزل معاذ ايمن من نادي الزمالك. اوتسايد عيسى يطلع الاوت ويسلم ليه مؤمن خيري. مؤمن خيري قائم باعمال صانع الالعاب او البوينت جارد. عيسى ياخد سكرين من ويسلم على طول لمؤمن خيري. مؤمن خيري لسه طلع كده عمرو الجندي. عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد كيك اوت عند عيسى. عيسى في الاوبن شوت عيسى لكن هنا ما ينجحش في التسجيل. مروان سرحان سكند شانس ولا اروع ينجح في تسجيل نقطتين للصالح الاهلي والاهلاويه على الفارق الى 42 23 اخر دقيقتين في احداث الكوارتر الثاني. معاذ ايمن قلب النادي الاهلي زون ديفنس. عمر هشام. عمر هشام في درايف لكن طلع كده شاط على الميديم شوت لا ينجح في التسجيل. يلم مؤمن خيري ويطلع السكيب باس على طول ليه عيسى. عيسى في درايف 1 ان 1 ينجح في تسجيل نقطتين
في فصل بريك على طول. كوتش احمد مرعي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي 44-23، دقيقتين وثانيتين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. نشوف نسمع تعليمات اعزائي المشاهدين ونستمتع بالقعده. اللي طلب الكوتش احمد مرعي دقيقتين وثلاث ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني 44-23 للصالح الاهلي والاهلاويه. الاهلي ان شاء الله هيلاقي نادي الاتحاد ان شاء الله يوم الثلاثاء والخميس القادمين باذن الله. كل التمنيات بالتوفيق للماتادورز الاهلاوي في تخطي عقبه نصف النهائي باذن الله. خلاص الاهلي تاهل رسميا بفوز المرتبط النهارده اللي فاز بنتيجة 72-58 بقيادة الكوتش محمد أشرف توفيق. كل التحية والتقدير لهذا الكوتش الصاعد كابتن محمد أشرف توفيق. بداية الهجمة للزمالك على حجاز السلم الأدم أليدا اللي عاد مرة تانية زون ديفنس 2-3 النادي الأهلي. أدم أليدا على هاي بوست كده لخالد عبد الناصر بيهوش ويطلع كيك أوت لعمر هشام في البيز لاين لأحمد ياسر. يطلع مرة تانية ليه خالد عبد الناصر يشوط لكن على طول مؤمن في الديفنسيف باوند ولا اروع. وادي خطا شخصي وفاول على خالد عبد الناصر. تو شوتس لصالح مؤمن خير. رميتين حرتين لمؤمن خير. ادي ريباوند وادي الخطا. شكرا لمخرجنا على الاعادات. استمتع بالاعادات اكثر من رائع. مؤمن والفري ثرو الاول. ينجح في التسجيل. تسع محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في احداث الكوارتر الثاني نجح في تسجيل 6 من أصل 9. فري ثرو ثاني المؤمن خيري ينجح ايضا في التسجيل. ياسين يبدا الهجمه يسلم على طول عمر هشام لعبد الناصر اليدا بساط سريعه على النادي الاهلي الزمالك على الهاي بوست كده البيز داين على طول عمر هشام. عمر هشام يطلع لأليدا وادي الهاند اوف مع ياسين. ياسين يستنى السكرين لسه ياسين هاند اوف مره ثانيه مع ادهم أليدا. ادهم بيشوط في الثواني الاخيره لكن لا ينجح في التسجيل واير بول واوت سايد لصالح نادي الاهلي. اربع محاولات لنادي الزمالك على الثري بوينت نجح في تسجيل محاولتين. تسع محاولات النادي الاهلي على الثري بوينت نجح في تسجيل 3 محاولات. عيسى يبدا الهجمه مان تو مان نادي الزمالك. السكرين من بيج او ترابات على عيسى يظهر على طول في البيز لاين مروان سرحان في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول عمر هشام ويبدا الهجمه. عمر هشام يسلم لأديد ادهم اليدا 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عمر هشام يسلم لادهم. ادهم اليدا على طول لاحمد ياسر على هاي بوست على الميديم شوت لكن لا ينجح في التسجيل. مروان سرحان ديفنسيف باوند ولا اروع ويسلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي يقلب لمروان سرحان في البيز لاين على طول عند مؤمن خيري اللي بيسلم بدور البيج او. البيج او بيهوش ويقطع ويروح وينجح في التسجيل او الحصول على فاول وخطا شخصي للبيج او عمر طارق والتو شوتس لعمر طارق. لكن البوزيشن صح سليم الفيك صح هو نازل كده عرف ياخد منه الخطا الشخصي والفاول بتو شوتس لعمر طارق. البيج او على الفري ثرو. سلامات لعمر طارق. فري ثرو اول او رمي حره اولى لعمر طارق.
30 سنه متوقعه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. في ثرو اول ناجح لعمر طارق، في ثرو ثاني لعمر طارق ينجح ايضا في التسجيل. تغيير نادي الزمالك، يخرج خالد عبد الناصر، شوف نزل مين مكانه. يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق عمر هشام لاحمد ياسر لياسين لياخد سكرين 3 بوينت، لكن الاهلي مش مديله فرصه. ادم عنيد على طول طلع لاحمد ياسر اللي ميديم شوت كده، لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند، طالب كده بالهدوء 48 23 لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي في السكرين اخر خمس ثواني، يطلع الكيك اوت على طول لعيسى، عيسى في الاوبن شوت، عيسى لكن لا ينجح في التسجيل. يلم معاها، تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بنتيجه 48 23 لصالح النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، دقائق يتم فيها راحه اللاعبين، نذهب فيها سريعا الى الاستوديو التحليلي والزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. السيدات والساده، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عوده مره اخرى لديربي العاصمه ومباراه الكوارتر فاينل او دور الثمانيه ما بين الاهلي والزمالك من صاله حسن مصطفى. تقدم كبير للنادي الاهلي في بدايه في انتصاف احداث هذه المباراه 48 23 فارق 25 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. تشكيل نادي الاهلي اليوم: عمرو زهران، عيسى، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، مؤمن خيري، كيجو، علي وحيد، احمد مهيب، ابو النصر، المعداوي، عمر طارق. القياده الفنيه للكوتش والسنيور اوجوسي جولب بوش اللي بيتابع المباراه زي ما قلت لحضراتكم من الخارج لايقافه مباراه مباراتين، والمساعده الكابتن احمد الجرح والكابتن رامي الدياصي والكابتن احمد الجرح على اللاين او على الخط للقياده الفنيه للاهلي والاهلاويه. القياده الفنيه لنادي الزمالك الكوتش احمد مرعي، ومعه تشكيله اليوم: عمر هشام، وليد عبد الجواد، احمد ياسر، عبد الوهاب، ادهم اليدا، معاذ ايمن، ياسين ياسر، علي حجازي، خالد ابو النصر، علي عمر، زياد ايمن، فهمي حسن، ومحمد حرفوش. طبعا خرج من نادي الزمالك النهارده من القائمه احمد عزب للايقاف، واوجي مايو واحمد اسماعيل للاصابه، يعني شفاهم الله وعافاهم طبعا، ان شاء الله كل السلامات ليهم باذن الله ويرجعوا للملاعب مره ثانيه. الستارت لاين اب للنادي الاهلي: البيج او عمر طارق، عمرو الجندي، عيسى، عمرو زهران، ويوسف المعداوي. اما الستارت لاين اب لنادي الزمالك: علي حجازي، وادم اليدا، عمر هشام، وخالد عبد الناصر، وياسين ياسر. ده خماسي النادي الزمالك. 12 محاولة للنادي الأهلي على الفري ثرو في أحداث الكوارتر الثاني، نجح في تسجيل 9، ومحاولتين نادي الزمالك نجح في تسجيل محاولة. الحيازة للأهلي والأهلاوية، عيسى في السكرين مع المعداوي، المعداوي في البنتريشن وتغيير الاتجاهات ويسلم لعمر طارق والبيج أو، وافتتاح أولى نقاط أحداث الكوارتر الثالث. البيج أو بعد أسيست من المعداوي، أولى نقاط أحداث الكوارتر الثالث. فاول خطا شخصي على عمر طارق، عمر طارق تاني الاخطاء الشخصيه واولى الاخطاء الشخصيه في التوتال على النادي الاهلي. ياسين هيطلع الاوت، يسلم لادم اليدا لياسين مره ثانيه على اوبن شوت، ياسين في 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. على طول يلم عمرو زهران، يبدا الهجمه عمرو ويسلم للجندي، الجندي لعمرو مره ثانيه يبحث عن عيسى، عيسى في سكرين على طول مع المعداوي في البيك اند رول، عيسى في الاوبن شوت لكن يسلم للمعداوي. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، بيك اند رول رائع ما بين عيسى والكيك اوت من المعداوي والعمر عمرو الجندي، فلوتر شوت كده لكن لا ينجح في التسجيل. عمر هشام في الوان ان وان ويروح ويوصل لكن في الاخير يقطع الكوره كده منه عمرو الجندي وتروح الكوره اوت سايد لصالح نادي الزمالك. ينزل علي عمر من نادي الزمالك بدلا من ياسين، ياسر سكرينات كده، طلع ادهم اليدا على طول لعمر هشام، يسلم لعلي عمر، علي عمر في مركز بوينت جارد يبحث عن اليدا، اليدا يبحث عن 3 بوينت لكن لا ينجح، على طول يرجع لعمر هشام مره ثانيه.
علي حجازي في الوان ان وان مع البيج او يلف ويرتكز، لكن بلوك ولا اروع من البيج او ينجح على طول لانه يطلع كره اوتسايد لصالح الزمالك. 4 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. سلم على طول علي خالد عبد الناصر، الكيك اوت لعمر هشام، عمر هشام يروح بالفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل. البيج او على طول ديفنسيف ريباوند. المعداوي لعيسى، للمعداوي مره ثانيه، المعداوي في الدرايف يسلم البيج او او عمر طارق. لسه الكره مع عمر طارق، عايز يعمل هاند اوف كده مع عمرو الجندي، ينجح فعلا عمرو الجندي في الدرايف 1 ان 1 يسلم يروح، لكن بلوك من علي حجازي اللي بدوره على طول يسلم لعلي عمر. علي في الدرايف ويعلق الكره، لكن في الاخير لسه الكره حائره، توصل عند مين؟ توصل عند النادي الاهلي، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اعتقد هنا في تايم اوت يطلبه كوتش مرعي. 50-23، 27 نقطة هو الفارق، والتايم اوت للكوتش مرعي. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالقعدة. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي. ياسين وخالد عبد الناصر، عمر هشام، ادم اليدا، وعلي حجازي، ده خماسي نادي الزمالك، خماسي النادي الاهلي، عمرو زهران وعيسى البيجو، عمر طارق وعمرو الجندي ويوسف المعداوي. فاول وحيد على النادي الاهلي في التوتال حتى هذه اللحظات. بدايه الهجمه عند عمرو زهران، عمرو زهران في الدرايف عايز يعلق كده لكن بعيده قوي على عمر طارق، والاوتسايد وترن اوفر على النادي الاهلي، اوتسايد لصالح نادي الزمالك. عمر هشام في بدايه الهجمه، مان تو مان النادي الاهلي، ياخد السكرين والري سكرين مره ثانيه، عمر لسه في الدرايف واحد على واحد، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمر طارق. ثالث الاخطاء الشخصيه على عمر طارق، ثاني الاخطاء الشخصيه على الاهلي والاهلاويه. هل سيتم استبداله بمصطفى كيجو؟ اعتقد هذا سيجري، سيحدث الان فعلا. كيجو ينزل بدلا من عمر طارق. عمر طارق ثلاث اخطاء شخصيه وفري ثرو اول لعمر هشام لا يسجل. فري ثرو ثاني لعمر هشام او رمي حره ثانيه او فاول شوتنج اخير لعمر هشام ينجح في التسجيل، يدعي الفارق الى 26 نقطة وتغيير اخر في صفوف نادي الزمالك. يخرج خالد عبد الناصر، هنشوف مين نزل مكانه دلوقتي. عيسى يبدا الهجمة. يسلم على طول لعمرو زهران، عمرو زهران للمعداوي، المعداوي لعمرو زهران مرة ثانية لعيسى، زون ديفنس 2-3 نادي الزمالك، عيسى لزهران. زهران في الدرايف يطلع كيك اوت على طول المعداوي، المعداوي في البيس لاين على اوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. عمر هشام على طول ديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه عمر، ياخذ السكرين، حاول يعدي في الدرايف واحد على واحد لكن لا ينجح في التسجيل. يلم كيجو على طول ديفنسيف راوند، سلم لعيسى، عيسى في الدرايف علق وراح وصل لزهران اللي بينجح في الاليوب باسكت، نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي عن طريق اسيست عيسى والكاونت عن طريق عمرو زهران. من تمان النادي الاهلي. ادهم اليد او ياسين عفوا يعمل الدرايف كده لكن على طول الستيل حاضر من عمرو زهران، عمرو زهران في الون ان ون في الاول ذا واي لكن في مخالفه التيرن اوفر او مخالفه المشي بالكره والووكن ترافلنج على
عمرو زهران. اوتسايد للزمالك. يبدا ياسين الهجمه، يسلم لعمر هشام، من تو مان لازال للنادي الاهلي، ياخذ السكرين كده من احمد ياسر، عمر هشام في الدرايف بيك اند رول، عمر احمد ياسر. قطع له ادهم اليدا في الفيدوي الشوط لكن لا ينجح في التسجيل، كيجو كده حاول يلم لكن في الاخير علي حجازي ينجح في الحصول عليها، وادي 3 بوينت من ادهم اليدا ينجح في التسجيل. 3 بوينت لصالح نادي الزمالك. 27-52 25 نقطة هو الفارق. عيسى ما زال مع الكرة يمتلكها ويسلم على طول للجندي. الجندي يسلم في الميدل على طول للمعداوي لكن في الأخير فاول وخطأ شخصي. أولى الأخطاء الشخصية على ياسين ياسر والأوتسايد لصالح الأهلي والأهلاوية. يخرج عيسى وينزل البوب إيهاب أمين من نادي الأهلي. يخرج أيضا عمر هشام وينزل معاذ من نادي الزمالك. اوتسايد اهلاوي 14 ثانيه جديده. المعداوي يعمل بنتريشن ميدل في الكيك اوت على طول عمرو زهران من البيز لاين على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، تخبط في ايد احمد ياسر وبتطلع اوتسايد لصالح الاهلي والاهلاويه. اوتسايد اهلاوي 14 ثانيه جديده. عمرو الجندي يسلم لعمرو زهران للجندي مره ثانيه. الجندي في الدرايف من الميدل راح بالفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلحق كده على طول خالد عبد الناصر لكن في الاخير يزق الكره لايهاب امين المعداوي. ايهاب امين على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول معاذ ويبدا الهجمه. معاذ يسلم لعلي حجازي عايز ياخد الهاند اوف لكن عمل هاند اوف مع ادهم اليدا. ادهم ياخد سكرين من احمد بيك اند رول لابو حميد. وادي الكات على طول وادي الفاول من يوسف المعداوي. معداوي وتاني الاخطاء الشخصيه، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال. شايف مهيب ومروان سرحان بدلا من يوسف المعداوي وعمرو زهران. اوتسايد وادي خالد عبد الناصر مكان علي حجازي. ثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاهلي في التوتال، خطا وحيد على نادي الزمالك. ادهم اليد على اوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 بوينت ثانيه ليه في احداث وعمر الكوارتر الثالث. ده الفارق الى 22 نقطه. احمد مهيب زون ديفنس ما زال النادي الاهلي. مروان سرحان لايهاب امين. ايهاب في الدرايف من الميدل راح ايهاب وصل ايهاب هوش طلع كيك اوت والاكسترا باص لعمرو الجندي. عمرو الجندي على اوبن شوت 3 بوينت ولا اروع لعمرو الجندي يوسع الفارق مره ثانيه الى 25 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. 4 دقائق 7 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. فاول وخطا شخصي على مروان سرحان. اولى الاخطاء الشخصيه على مروان، رابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. ادي الاكسترا باص على طول للجندي من 45 يشوط وينجح في تسجيل 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم مباراه خلاص اعتلى فيها النادي الاهلي الوصول الى السيمي فاينال لملاقات نادي الاتحاد ان شاء الله يوم الثلاث والخميس القادمين. هاند اوف كده مع ياسين ياسر اللي بيحاول تراي على الباسكت لكن في الاخير كيجو يرتكب خطا شخصي وفاول. ثاني الاخطاء الشخصيه على كيجو، كابتن عمرو ابو علو يحتسب الفاول. خلاص كده اي خطا شخصي على النادي الاهلي بتو شوتس. ياسين ياسر على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني لياسين ياسر ينجح ايضا في التسجيل. تغيير قادم في صفوف نادي الزمالك. عمر هشام يعود الى ارض الملعب بدلا من ياسين ياسر. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله الاهلي والاتحاد في السيمي فاينال دوري المرتبط لهذا الموسم 23-24 في يوم الثلاثاء والخميس القادمين ان شاء الله. تيرن اوفر من ايهاب امين في الباد باص على طول يقطع اليدا يسلم على طول لعمر هشام بيعمل معاه بلوك ايهاب امين لكن هنا في فاول وخطا شخصي. هنشوف الفاول على مين. كابتن خالد هيحتسب لنا الفاول على مين. اعتقد على كيجو اعتقد هذا. خالد عبد الناصر والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 55 23
والفري ثرو الثاني خالد ينجح ايضا في التسجيل. تسعتاشر نقطة هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاوية. ايهاب امين يقلب على طول لابو النصر اللي نزل مكان عمرو الجندي. ابو النصر في الدرايف، ابو النصر علا لكن البلوك كان موجود من خالد عبد الناصر، يسلم على طول لمعاذ ايمن. معاذ يقلب الملعب لاليدا، لمعاذ مرة ثانية في الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل. يلم على طول كيجو، كيجو يسلم للبوب ايهاب امين. ايهاب في الدرايف من البهايند باك يقف ويرتكز يسلم لمهيب لكن ما لحقش مهيب كده شوت جاله ادهم عليد على طول للبوب ايهاب امين على الاوبن شوت. ايهاب على 3 بوينت ايهاب لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول ادهم عليد، ادهم يقلب الملعب على طول لاحمد ياسر على الاوبن شوت لكن في الاخير ينجح في تسجيل ثلاث نقاط واند وان وفاول وخطا شخصي على ايهاب امين. ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك واند وان لصالح ايضا نادي الزمالك. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد الجرحي. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد. انتهى التايم اوت وما زلنا مع تعليمات كوتش احمد مرعي. كوتش احمد الجرحي تعليماته في التايم اوت. 55-37 متبقي دقيقتين 57 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. تقدم اهلاوي تسيده منذ بدايه الكوارتر الاول والتو شوتس او الاند وان عفوا لاحمد ياسر. ثلاث نقاط نجح في تسجيلهم مع اندوان وخطا شخصي تجاه ايهاب امين. اندوان لصالح احمد ياسر. لا يسجل يلم على طول مروان كيجو عفوا. ابو النصر لمروان بساط سريعه كده من ثلاثه اللي فوق. سكرين على طول لإيهاب أمين يقلب على طول في البيز لاين لأحمد مهيب. أحمد على الأوبن شوت لكن سريعة شوية وهنا خطأ شخصي وفاول تجاه مصطفى كيجو. خطأ شخصي وفاول تجاه مصطفى كيجو. نشوفها مرة تانية كده. يعني هي مش واضحة بالنسبة لي لكن في خطأ شخصي بيحتسبه الكابتن عمرو زاهر والكوتش أوجستي ومتابعة للقاء. رميتين حرتين او تو شوتس لخالد عبد الناصر على الفري ثرو الاول. خالد ينجح في التسجيل. ست محاولات نادي الزمالك على الفري ثرو في الكوارتر الثالث نجح في التسجيل خمسه من اصل ست محاولات. فري ثرو ثاني لخالد عبد الناصر نجح ايضا في التسجيل. 55-38 لصالح الاهلي والاهلاويه. ابو الناصر يسلم على طول لمروان. لابو النصر للبوب ايهاب امين. لابو النصر في سكيب باس. مروان على الهاي بوست يقلب على طول في البيز لاين فاضي مهيب لكن طلع لمروان سرحان. ايهاب امين مره ثانيه. ايهاب في الاوبن شوت ايهاب لكن لا ينجح في التسجيل. اير بول من ايهاب يلم على طول الكوره لصالح عمر هشام من الزمالك. عمر هشام يبدا الهجمه مان تو مان نادي الاهلي. ما زال معاذ الهاند اوف على طول ما بين احمد ياسين واليدا. ياخد سكرين في الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. فولو دانك من خالد عبد الناصر ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك. مروان لمهيب. كيجو تحت الباسكت يطلع لمهيب. مهيب يعمل الدرايف وينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي تجاه احمد ياسر. ثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك في التوتال. ادي الفيك ادي الدرايف وادي الفاول صحيح 100%. كابتن عمرو زاهد يحتسب هذا الفاول. اوتسايد اهلاوي. يرجع عيسى
عمر طارق بدلا من كيجو واحمد مهيب. مروان سرحان على السيمي هوك ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، يوسع الفارق الى 57 41، 16 نقطه هو الفارق بعد ما اقترب الفارق الى 25 نقطه. عمر هشام يسلم لمعاذ ايمن على الهاي بوست، احمد ياسر سلم كده تحت الباسكت، وادي دنك تاني من خالد عبد الناصر ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى 43 57 للصالح الاهلي والاهلاويه. عيسى في بدايه الهجمه، زون ديفنس نادي الزمالك، طلب السكرين، جاله سكرين مروان سرحان يقلب الملعب على طول، ابو النصر البوب، ايهاب امين في البيز لاين، لسه ايهاب في البنتريشن، راح وصل نجح في تسجيل نقطتين كمان للصالح النادي الاهلي، وسع الفارق الى 59 43 ولا 41. ارجو من زمايلنا التاكيد على النتيجه. احمد ياسر فلوتر شوت عدى، سلم باصه لخالد عبد الناصر اللي نجح في تسجيل نقطتين كمان. اقل من 50 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، 40 ثانيه بالتمام والكمال. سكرين لعيسى لابو النصر في البيز لاين على طول، مروان سرحان، مروان على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، عمر طارق يحاول معاها كده لكن في الاخير توصل لمعاذ، معاذ يسلم لادهم اليده، ادهم اليده على الاوبن شوت لا ينجح في التسجيل، توصل كده ليه عمر هشام في بدايه السيت بلاي وبدايه الهجمه. 20 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، عمر هشام ياخذ سكرين ويعدي يسلم لاليده، ادهم اليده على الاوبن شوت ينجح في تسجيل 3 بوينت كمان، يضيق معاهم الفارق في الثواني واللحظات الاخيره من عمره احداث الكوارتر الثالث. 5 ثواني، عيسى ياخذ سكرين لازم يشوط دلوقتي، وصل عيسى لكن درايف كده لكن في الاخير فاول وخطا شخصي. هنا انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 59 48. نشوفها مره تانية كده في الاعاده. لا في فاول في ايد خالد عبد الناصر نازله على عيسى، يعني اعتقد انها فاول، لكن في الاخير انتهت احداث الكوارتر الثالث اعزائي المشاهدين 59 48، تقدم اهلاوي فرق ال 11 نقطه. نروح للراحه ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع ونرجع لحضراتكم مره تانية. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين والفصل الاخير من احداث ديربي العاصمه ما بين الاهلي والزمالك، تقدم اهلاوي وفرق ال 11 نقطه 59 48، والحيازه للزمالك. احمد ياسر هاند اوف على طول مع ادهم اليده، يسلم لعلي حجازي، لسه علي حجازي يسلم لعمر هشام. هقول لحضراتكم التشكيل دلوقتي لكن الاقرب هو انتهاء او بدايه التشكيل بالكوارتر الرابع. الكوارتر الرابع بدايه تشكيل الكوارتر الرابع هو نهايه تشكيل الكوارتر الثالث. فاول وخطا شخصي على عمر طارق والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد للزمالك، ادهم اليدا يطلع الاوت، سلم لاحمد ياسر، هندوف مع ادهم اليدا لعمر هشام، سكرين كده من علي حجازي يعمل درايف، عمر هشام يقف ويشوط على الميديم شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول مروان سرحان لكن في الاخير توصل عند عمر طارق اللي بينجح انه ياخد الكره، والحيازه للاهلي والاهلاويه. اوتسايد اهلاوي، عيسى وعمر طارق، عمرو الجندي، مروان سرحان، عمرو زهران، ده الخماسي او الستارت لاين اب اللي بدا بيه الكوتش احمد الجرحي. عيسى في بداية الهجمة للأهلي، عيسى يسلم تحت الباسكت على طول، عمر طارق على الباسكت لكن لا ينجح في التسجيل، وفاول وخطأ شخصي آخر على عمر طارق. أعتقد ده الخطأ الشخصي، يعني أتأكد بس الأول، خامس، أعتقد إن هو خمسة فاول، فعلاً هو خمسة فاول، خمس أخطاء شخصية على عمر طارق. هيتم تغييره على طول بمصطفى كيجو. 11 نقطة هو الفارق بعد ما كان النادي الأهلي متقدم ب 25 نقطة. فعلاً مصطفى كيجو دخل مكان عمر طارق اللي ارتكب خمس أخطاء شخصية، خلي بالك يا كيجو أنت ثلاث أخطاء شخصية. معاذ وأدي خطأ وفاول على
عيسى. كوتش أوجوستي. كابتن عمرو زايد بيحذر عيسى من التحدث. خلاص والاوتسايد للزمالك، وعايز يستلم على الاوبن شوت لكن هيهوش كده ويروح على الدرايف 1 اون 1، لكن مش عارف يعني هنا فاول، مش عارف نشوفها تاني. الفاول المفروض ان هو على مصطفى كيجو. تو شوتس لصالح، يعني اربع اخطاء شخصيه في تقريبا دقيقه وثلاث ثواني. خطأين لعمرو عمر طارق، خطأ لعيسى وخطأ لكيجو، اربع اخطاء شخصيه في اقل يعني تقريبا دقيقه، زي ما حضراتكم شايفين 8 دقائق 57 ثانيه، دقيقه وثلاث ثواني ارتكب فيهم اربع اخطاء شخصيه. فري ثرو اول لمعاذ، لا ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لمعاذ، ينجح في التسجيل. تغيير، ينزل مهيب، احمد مهيب هينزل، شوف بدل من مروان سرحان. ايهاب امين ايضا عاد الى ارض الملعب. عمرو الجندي لعيسى، عيسى سكرين كده مع 3 بوينت كده اوبن شوت، لكن لا ينجح في التسجيل. عيسى بعد ما خد السكرين من كيجو يلم على طول نادي الزمالك عن طريق عمر هشام. عمر في بدايه الهجمه، عمر ده الفرق الى 10 نقاط. هاند اوف على طول مع معاذ، معاذ ياخد سكرين من احمد ياسر، مان تو مان النادي الاهلي لاحمد ياسر. هاند اوف مع عمر هشام، ياخد سكرين من علي حجازي، لكن اوفنسيف فاول صريح وصحيح 100% على علي حجازي، واولى الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك في احداث وبدايه الكوارتر الاول. عمرو زهران يعود الى ارض الملعب. الجندي في بداية الهجمة، من تمنى الزمالك او عفوا ايهاب امين في بداية الهجمة. الكيك اوت على طول لامين عيسى، اكسترا باص عند عمرو الجندي، عمرو الجندي في الاوبن شوت لا ينجح في التسجيل. يحاول معاها كده على طول عمرو زهران وينجح على طول في الحصول عليها. عيسى على الاوبن شوت، عيسى بالثري بوينت، ولا اروع ولا اجمل ولا احلى، يفك الاشتباك واولى نقاط احداث الفترة الرابعة والكوارتر الرابع. معاذ ايمن يعمل معاه الستيل كده، يسيطر عليه، عمل الستيل لكن حظه وحش. عيسى تقع كده بره الملعب وتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد للزمالك، يخرج علي حجازي، ادي الاوبن شوت من عيسى على الثري بوينت، ينجح في تسجيل دي تقريبا الان السابع لي او الثلاثيه السابعه. وادي خالد عبد الناصر في الدرايف، ينجح في تسجيل نقطتين. سلم على طول كيجو لايهاب امين. ايهاب هو القائم باعمال البوينت جارد او صانع الالعاب. ايهاب زون ديفنس نادي الزمالك 2 3. عمرو الجندي لعيسى، كيجو تحت الباسكت بياخد بوزيشن، لسه عيسى، عيسى في الدرايف 1 اون 1، عيسى بيك اند رول روعه مع كيجو، كيجو ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول للصالح مصطفى كيجو بتو شوتس لصالح كيجو، والفاول والخطا على نادي الزمالك. اولى ثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. ينزل خالد علي حجازي مره ثانيه، والتو شوتس لكيجو، 7 دقائق 26 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. كيجو على الفري ثرو الاول، ينجح في التسجيل، واحد من نجوم اللقاء الاول اللي اقيم في نادي الزمالك. كينج اوف ريباوند كما اطلق عليه جمهور النادي الاهلي. فري ثرو ثاني ينجح ايضا في التسجيل. كده اكتمل المربع الذهبي اعزائي المشاهدين في السيمي فاينال لدوري المرتبط. سموحه سيلاقي سبورتنج، سموحه استطاع الفوز على الاتصالات، وسبورتنج استطاع الفوز على الاولمبي، والاهلي سيلاقي الاتحاد بعد ان كل منهما فاز على الزمالك والجزيره. خالد عبد الناصر في درايف واحد على واحد، يروح يهوش كده بجسمه، لكن في الاخير تيرن اوفر والووكينج على خالد عبد الناصر 64 51.
لصالح النادي الاهلي. عيسى في بدايه الهجمه يسلم لايهاب امين. ايهاب لعمرو الجندي. كيجو بالسكرين مع عمرو الجندي لايهاب امين مره ثانيه. الجندي في نص الملعب سكرين كيجو مره ثانيه. وادي عيسى في البيس لاين يعمل الدرايف ويروح على الباسكت ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على ادهم اليدا. وتو شوتس لصالح عيسى اللي بيقدم مباراه النهارده ولا اروع. تو شوتس لعيسى. فري ثرو اول ناجح لعيسى. 6 دقائق 53 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. تقدم النادي الاهلي بفارق ال 14 نقطة 65-51. عيسى على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. 15 نقطة هو الفارق. والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. ادهم اليدا يخرج. كوتش احمد الجرحي وتركيز عميق في احداث هذا الكوارتر. زون ديفنس النادي الاهلي 2-3. ياسين يسلم لمعاذ بدوره يقلب على طول عمر هشام في السكيب باس على طول عند ياسين ياخد السكرين. لكن هنا فاول وخطا شخصي على ايهاب امين. تاني الاخطاء الشخصيه على ايهاب امين. خامس الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي بتو شوتس لصالح تو شوتس لصالح ياسين اللي ينجح في تسجيل فري ثرو الاول. فري ثرو تاني لياسين ينجح ايضا في التسجيل. تغيير تاني في صفوف نادي الزمالك. عمر هشام يخرج. وينزل ادهم اليدا. عمرو الجندي سكرين من كيجو. لسه الجندي محتفظ بالكوره. الباك دور كده سريع الكيك اوت معاه لعمرو زهران. عمرو زهران على الاوبن شوت بيشوط لكن لا ينجح في التسجيل. ايهاب امين يحاول معاها لكن في الاخير اوت سايد لصالح نادي الزمالك. باك دور كده ما بين الجندي لعيسى اللي بدوره على طول قطع الباسكت وسلم لعمرو زهران في الكيك اوت. عمرو زهران حظه مش كويس النهارده ما ينجحش في التسجيل. علي حجازي مان تو مان النادي الاهلي. هاند اوف مع ياسين. ياسين بالسكرين بيك اند رول كده ويعلق الكوره ويشوط وينجح في تسجيل نقطتين عشان يضيق الفرق الى 11 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. انتصاف احداث الكوارتر الرابع. 5 دقائق 3 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. الجندي لايهاب امين. زون ديفنس ما زال نادي الزمالك. الجندي لا زال يحصل على الكوره. جاله سكرين كده من كيجو يسلم لايهاب امين. ايهاب في الثري بوينت اوبن شوت لا ينجح في التسجيل. يلم على طول ياسين من نادي الزمالك يسلم لادهم اليدا فاضي خالص علي حجازي وينجح في تسجيل تو بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. بدايه الفارق الى 57-66 لصالح الاهلي والاهلاويه. 9 نقاط هو الفارق. عمرو الجندي في الاوبن شوت. عمرو الجندي على الثري بوينت لا ينجح في التسجيل. يحاول معاها كده الجندي ايهاب امين لكن ما يحصلش عليها. ادهم اليدا على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم بدوره لياسين. ياسين مان تو مان نادي الاهلي لعلي حجازي او عفوا خالد عبد الناصر لياسين. يهوش ويعدي يطلع كيك اوت لادهم اليدا. ادهم على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل. حجازي يلم ديفنسيف ريباوند وخطا شخصي وفاول ولا اوت اوف باوند. دايس على اللاين ده اللي هنشوفه. دايس على اللاين ويطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. كيجو يخرج ينزل مكانه المعداوي. او لا المعداوي موجود. شوف مين نزل مكانه. عمر طارق. عمر طارق 4 فاول مش 5 فاول عفوا. بيك اند رول ما بين عيسى وعمر في الكيك اوت والثري بوينت ولا اروع من عيسى المتالق النهارده ينجح في تسجيل 3 بوينت كمان لصالح النادي الاهلي. عفوا انا قلت عمر طارق 5 فاول وهو 4 فاول بس. بس يعني كابتن احمد الجرحي خرجه وحافظ عليه. وادي دانك عمرو زهران بعد ستيل اكتر من روعه ينجح انه ياخد الكوره ويسلمها لعمر طارق. عمر طارق بالوان هاند باص على طول يبني الفاست بريك لعمر لعمرو زهران وينجح في تسجيل دانك بنقطتين لصالح النادي الاهلي. معاذ ايمن ياخد السكرين
لسه معاذ طلع كيك اوت لاليدا تحت الباسكت يحاول يسيطر عليها كده. علي حجازي في الوان ان وان مع عمر طارق. عمر طارق بلوك ولا اروع يزوق الكره كده توصل لياسين يهوش ويشوط لكن اير بول وعمر طارق على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع يقلب على طول عيسى لعمرو زهران يطلب الهدوء عمرو زهران في اقل من 3 دقائق متبقيه على احداث الكوارتر الرابع والمباراه. الجندي مان تو مان نادي الزمالك في الدرايف الجندي كيك اوت على طول لعيسى. عيسى في الاكسترا باص عند زهران. زهران في الدرايف لكن في الاخير يحصل على فاول وخطا شخصي. ادي هنا الدنك الروعه بعد اسيست من عمر طارق. اوتسايد اهلاوي وحوار مع عمر طارق وكابتن عمرو ابو علو. في ان سبورتسمان لايك فاول. في ان سبورتسمان لايك فاول على عمر طارق. ان سبورتسمان لايك فاول على عمر طارق يعني انا مش عارف ايه اللي حصل لكن فري ثرو ينجح ياسين في تسجيله. كده عمر طارق 5 فاول كوتش اوجستي. عمر طارق خلاص كده 5 فاول كان ارتكب 4 اخطاء شخصيه سحبه الكوتش احمد الجرحي للحفاظ عليه. يمكن انا قلت بالخطا كده ان هو 5 فاول لكن هو دلوقتي 5 فاول. عمر طارق ينزل مكانه مصطفى كيجو وفري ثرو تاني لياسين. يعني انا مش عارف الان سبورتسمان لايك فاول اتحسب ليه او الخطا اتحسب ليه. هنشوف دلوقتي كابتن عمرو زاهد كده بينده لكابتن عمرو بقول له تايم اوت لكن كابتن عمرو بقول له بيقول سواء يعني نخلينا نسمع الحكام نشوف بس القرار ايه. هل هيتم اللجوء للاي ار اس ولا في مشاورات هنا ما بين كابتن عمرو بقول له وكابتن عمرو زاهد. هنشوف هنا هل هيحصل حاجه لكن خلاص استقروا على ان انا سبورتسمان لايك فاول. انا مش عارف بصراحه يعني ليه. وادي رميه اخيره لياسين ياسر او ياسين عبد الوهاب لا ينجح ايضا في التسجيل. وادي التايم اوت يطلبه كوتش احمد الجرحي 71-58 نتيجه احداث الكوارتر الرابع. متبقي دقيقتين 44 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث المباراة. زي ما قلت لحضراتكم خلاص اكتمل المربع الذهبي. فوز نادي سموحة على المصرية للاتصالات عشان يقابل الفائز من سبورتن والاولمبي واستطاع سبورتن انه يفوز. والاهلي خلاص تأكد تماما ان هو وصل الى السيمي فاينال ليقابل الاتحاد اللي فاز ايضا على الجزيرة. كل التوفيق للنادي الاهلي. نسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد اعزائي المشاهدين. الاثنين اللي هنا دول الكوره لما تبدا هنا بيبقوا فاتحين قوي بس بس ما تنزلش هنا انتهى التايم اوت. يعني لو زمايلنا الاعزاء كده نظره على اللوحه انا لغايه دلوقتي يعني عيسى مسجل 28 نقطه توب سكورر في النادي الاهلي وياسين ياسر التوب سكورر هو وخالد ابو النصر او خالد عبد الناصر ب 14 و 16 نقطه. عيسى يتالق اليوم ب 28 نقطه في جعبته اليوم. اوتسايد زملكاوي. ياسين هيطلع الاوت
يسلم على طول لادهم اليدا. ادهم لاحمد ياسر، من تو من نزال النادي الاهلي، هاند اوف مع ادهم اليدا، لكن يتراجع احمد ياسر، يسلم على طول لخالد عبد الناصر في الدرايف 1 اون 1 بيك سبين على طول ويروح على الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. ده الفرق الى 11 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. 71 60 دقيقتين 20 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. قلب نادي الزمالك مان تو مان، عيسى مان اوف ذا ماتش في هذا اللقاء. عيسى في الدرايف واحد على واحد يسلم لكيجو، اسيست ولا اروع، كيجو في الدرايف بشماله ينجح في الحصول على خطا شخصي تجاه خالد عبد الناصر بتو شوتس لصالح مصطفى كيجو. ادي الاسيست وادي الباك سبين، ينجح في الحصول كيجو على تو شوتس والفاول على خالد عبد الناصر. فري ثرو اول لمصطفى كيجو. ده يسجل خمس محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في الكوارت الرابع، نجح في تسجيل اربعه من اصل خمسه، اما نادي الزمالك ست محاولات نجح في تسجيل اربعه في الفري ثرو. كيجو الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل، ست محاولات نجح في تسجيل خمسه النادي الاهلي. ياسين ياسر وسع الفرق الى 12 نقطه. ياسين سلم لمعاذ، يقلب الملعب على طول لاحمد ياسر، احمد ياسر لسه الكره معاه، هاند اوف مع ادهم اليدا، اليدا يقلب الملعب لخالد عبد الناصر، وادي اليدا من البيز لاين، لكن في فاول وخطا شخصي على كيجو، فاول وخطا شخصي على كيجو. تو شوتس لصالح ادهم اليدا، خمسه فاول مصطفى كيجو، خمس اخطاء شخصيه مصطفى كيجو. ينزل مكانه على طول يوسف المعداوي. ده تقريبا الاهلي بيلعب في اخر دقيقه و50 ثانيه بدون اهم سنترين اللي هو عمر طارق وكيجو. وادي فري ثرو اول من ادهم اليدا ينجح في التسجيل، وفري ثرو ثاني لادهم اليدا ينجح ايضا في التسجيل. دقيقة و50 سنة متبقية أعزائي المشاهدين على نهاية أحداث الفترة الرابعة والكورت الرابع والمباراة. عيسى في بداية الهجمة للأهلي والأهلاوية، سلم للبوب إيهاب أمين، يقلب لعيسى مرة ثانية زون ديفنس نادي الزمالك. إيهاب إيهاب في الدرايف من الميدلي، روح على طول للمعداوي، المعداوي تراي على الباسكت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول خالد عبد الناصر، يسلم لأدهم أليدا، أدهم يقلب الملعب على طول لاحمد ياسر، احمد ياسر على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، يزق كده المعداوي وياخد الكره وينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند ويسلم بدوره لعيسى في بدايه الهجمه. عيسى مان تو مان نادي الزمالك، يعني زون ديفنس 2 3. عيسى واحد على واحد، عيسى كروس اوفر ولا اروع، يروح على الباسكت لكن معاذ ينجح ياخد عيسى كده، فاول وخطا شخصي على معاذ بتو شوتس لصالح عيسى. 10 نقاط هو الفارق، دقيقة وثانيتين على انتهاء أحداث الكوارتر الأخير والمباراة. عيسى على الفري ثرو الأول. لا يسجل. فري ثرو ثاني ليه؟ عيسى. ينجح في التسجيل. تايم اوت خلاص نطلبه كوتش احمد مرعي، تعالوا نسمع التايم اوت ونسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد. زي ما قلت لحضراتكم اكتمل العقد او المربع الذهبي في نهائي او سيمي فاينل دوري المرتبط، فوز نادي الاهلي ووصوله امام الزمالك وفوز نادي الاتحاد
ووصوله امام الجزيره ليلاقي الاهلي الاتحاد ان شاء الله يوم الثلاثاء والخميس القادمين، ثم فوز سموحه على اتصالات ليلاقي سبورتنج الفائز على الاولمبي. باذن الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي بقياده السنيور اوجوستي. نروح للاحصائيات سريعا في النادي الاهلي. يمكن نادي الزمالك لم يحاول على 3 بوينت، اما النادي الاهلي 6 محاولات على 3 بوينت في احداث الكوارت الرابع، نجح في تسجيل محاولتين على الفري ثرو. 8 محاولات لنادي الزمالك، نجح في تسجيل 6، اما النادي الاهلي 8 ايضا نجح في تسجيل 6. اكثر يعني اكثر ارتفاع او فارق كان ما بين الفريقين كان وصل 25 نقطه لصالح النادي الاهلي، يمكن ده كان في نهايه احداث الكوارتر الثاني. نعود للمباراه مره ثانيه، عمر هشام في بدايه الهجمه من تمان النادي الاهلي، متبقي دقيقه او اقل كمان على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ادهم اليدا دفاعات قويه، لكن عمرو زهران يرتكب فاول وخطا شخصي، ثالث الاخطاء الشخصيه على عمرو زهران والتو شوتس لادهم اليدا. 11 نقطة هو الفارق، أدهم أليدا على الفري ثرو ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني لأدهم أليدا. ينجح أيضا في التسجيل. بداية الفارق إلى 9 نقاط، عمرو الجندي، عمرو زهران، المعداوي، إيهاب أمين وعيسى، خماسي النادي الأهلي. 73 64 عمرو الجندي في الدرايف، عمرو الجندي يسلم الهاند اوف مع ايهاب امين لعمرو الجندي في البيز لاين اوبن شوت، لكن قرر ان هو يخترق من البيز لاين ويروح على الباسكت وينجح في الحصول على تو شوتس وفاول وخطا شخصي للصالح عمرو الجندي. عمرو الجندي ادي الفيك، ادي البنتريشن على طول هنا من البيز لاين، راح بالباور لياب ونجح في الحصول على فاول وخطا شخصي من احمد ياسر رقم 10 بتو شوتس لعمرو الجندي. 34 ثانية أعزائي المشاهدين على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة، فري ثرو أول ناجح لعمرو الجندي. فري ثرو ثاني لعمرو الجندي. ينجح أيضا في التسجيل. 11 نقطة هو الفارق، 75 64 معاذ. يسلم لأدهم أليدا. ياخد سكرين، ادهم يشوط على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، عمرو زهران يلم على طول ويهدى بملعبه، خلاص ارتضى الفريقان بنتيجه اللقاء. الف مبروك للنادي الاهلي في فوزه بدوري او عفوا فوزه في الكوارتر فاينل امام نادي الزمالك في درب العاصمه 75 64. الف مبروك للنادي الاهلي والف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته. طبعا بنتمنى كل الشفاء للكوتش او الكابتن العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي. سيلاقي النادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم باذن الله نادي الاتحاد، وكل التوفيق للماتادورز الاهلاوي. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم ان شاء الله قريبا في المباريات. والان الكلمه الى الاستوديو التحليلي بقياده الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون.